الفتيات الفقيرات الان سمحوا شحال هادي كيموتوا باجهاض سري، لان اللي عندهم الامكانيات كيمكن لهم يعملوا اجهاض طبي. اليوم جينا تلبية النداء يعني كافراد وجمعيات تلبية النداء ديال الIFLDF، لانهم يعني هذا نداء كان ابوتيسمون او كان نتاج او تتويج لواحد النقاش مخر طيله الايام الماضيه حول القضيه ديال الشابه مريم ذات 14 سنه اللي توفت في القريه ديال البوميه عقب واحد الاغتصاب واجهاض سري غير امن. فالنداء ديال اليوم هو نداء لجميع الحساسيات والفعاليات المدنيه وجميع المواطنات والمواطنين اللي كيعتبروا انه الحق في الاجهاض الامن والطبي هو حق لجميع يعني المواطنات المغربيات، وانه الاستمرار في هذه القوانين هذه اللي كتجرم وضعيه الضحيه واللي كتكرس الافلات من العقاب في حاله الجاني والمغتصب هي ما كتزيد الا تازم لنا واحد المجموعه ديال الظواهر، من ضمنها انتحار، من ضمنها الموت عقب الممارسات غير الامنه للاجهاض، من ضمنها اطفال الشوارع المتخلى عنهم. يعني اليوم هاد الوقفه هي بمثابه دق ناقوس الخطر للجهات المسؤولين والقوانين اللي كنتهمهم بشكل مباشر وواضح اليوم، لانه سواء القانون الجنائي من عن طريق القوانين المجرمه الفصول المجرمه الاجهاض او الفصول المجرمه العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج واللي ما كتحميش ضحايا الاغتصاب بشكل مباشر، او سواء عن طريق الادانه اللي كيدينها المجتمع، فكل شيء متواطئ، وسواء كذلك عن طريق المؤسسات اللي باقي كتماطل في تعديل القوانين بما يتلائم الدستور المغربي ديال 2011 والتوصيات ديال مجموعه من المنظمات والتزامات ديال المغرب، سواء من خلال الصيدا ومن خلال اتفاقيه مناهضه جميع اشكال العنف ضد النساء او اتفاقيات اخرى متعلقه بحقوق الطفل. فهذا الشيء كله تماطل يعني يزيد من وتيره هذه المآسي والفواجع اللي بحال اللي وقعت لمريم. واذا مريم اليوم ماتت فهي شهيده ديال الوطن، شهيده ديال المؤسسات، شهيده ديال غياب قوانين كتحميها وكتحمي مئات ديال الفتيات بحالها. خصنا نقطعوا مع هذا الشيء وبركه. انا كنتواجد اليوم مقابله مع البرلمان باش نتهم قوانين بلادنا اللي هما كيؤديو الى قتل الفتيات واطفال، ياك، وباش نطالب بالبرلمان اللي بانه هو المؤسسه اللي كيخرجوا منها كاع القوانين، هي المؤسسه اللي خرج منها القانون الجنائي دابا اللي قتل مريم، وانا كنتهم وكنعرف شنو كنقول، هذا القانون هو اللي قتل مريم، ودابا كنطالبوا من البرلمان اللي هو اللي خرج منه هذاك القانون باش يخرج لنا قانون اخر باش يعتق لنا النساء، باش يعتق لنا مريمات الاخرين اللي جايين، وهو اللي عنده السلطه، هو اللي عنده لو بوفوار باش يخرج لنا قانون اللي كيغير لنا حياه المواطنين، حيت الواقع هو هذا، الواقع هو مريم، والواقع هو مريمات، والواقع اللي كتموت، راه عندنا 800 حاله اجهاض كل نهار في المغرب، مريم ماتت، شحال من وحده ماتت، شحال من وحده ما مشاتش كاع الاجهاض، كتعرف راسها حامله كتمشي كتنتحر، شحال قدنا، شحال خصنا من حاله، شحال خصنا من وفاه باش نغيروا القانون. والمؤسسه اللي هي مسؤوله على القوانين هي البرلمان، اذا كنطالبوا من البرلمان باش يغير لنا هذا القانون، ما بقيناش بغينا الفتيات والعيالات المغربيات يموتوا. بركه بركه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.